ماشي كاين السوق نهار اخر. ايوا السوق تورد السوق اللي نقود السوق كاين الغلا كاين الرخا كاين المهم خاص الحوايج الجديده. الثمن ديال الكسيبه واش رخيصين ولا غالي ولا شنو؟ الثمن ما مدقاتش كاين 150 160 كاين 300 المهم راك بالنسبه انتم الكسابه واش مزيان هذا العام ولا ماشي مزيان ولا هذا العام كيف هذا؟ الكسابه غير احنا نسلكو خويا الحوايج رخيصه. خير خير تبدا لا ولا موجود خير موجود خير موجود باس على حسب الاثمنه كيف الاثمنه طايحه بزاف والاسعار غاليه العلف غالي واش غالي ولا غالي؟ العلف غالي العلف لي غالي العلف غالي والكسيبه رخيصه.